عشت حياتي إمام وخطيب عادي. تنقلت من مسجد إلى مسجد إلى مسجد، جئت إلى مسجد الملك خالد رحمه الله تعالى، ومكثت فيه أيضا 20 سنة. إمام مشهور معروف، لكن في ذا المسجد، وعايش على برمج نفسي على ذاك المسجد. في ليلة من الليالي في رمضان 1429، كان يوم ربوع، احنا عندنا في جلسة في كل إربعاء لما كانت الإجازة خميس وجمعة، مع بعض الأخوان شلة خاصة في الليل نتجاذب بالأحداث، سهرانين طبعا في رمضان ما حد ينوم في الليل. نمت زي العادة، التلفون كان يرن، وأنا أشوف أيضا في رمضان كثير من الناس يجون يعني طلبات وصدقات فأنا أقول هذا يصبر، يعني أنا نايم لين صحيت يصير خير، لكنه مكرر الرقم، رقم جوال ورقم ثابت. فلما صحوت لصلاة الظهر دقيت عليه، لأن شفته أكثر من مرة فدقيت عليه، فقال لي أنا أخوك محمد القويفلي مدير مكتب الشيخ صالح الحصين رحمه الله، الشيخ يبغاك ضروري. قلت طيب، أنا طبعا وش يبغى بالشيخ صالح رئيس الحرمين، ما توقعت يعني. فالشاهد قال لي بس الشيخ الآن يتوضأ يستعد للصلاة، فبعد الصلاة. طبعا صليت الظهر، ما أدري كيف صليت الظهر. بعد الصلاة قعدت أستنى فارق التوقيت بين الرياض وبين مكة، كان يوم خميس الساعة 1 تقريبا، 1 شوي، اتصل عدو الشيخ، سلام عليكم السلام وتحية العادية، ثم قال والله شيخ يقرئك السلام ملك عبد الله خادم الحرمين رحمه الله طبعا الآن، ويبلغك تكليفك الصلاة في الحرم تعاونا في صلاة التراويح. شكرت الملك، لكن وش الدبرة؟ قال الدبرة لازم تصلي معنا المغرب اليوم، كان خميس. وقال لي رحمه الله أنه خادم الحرمين أمر بتسهيل كل العقبات، يعني المهم أنك تجي. فعلا رحت لقيت كل شيء مسهل ميسر،